بعد أقوام بمال رأيت أجودون بالعروة منهم بلا مخل وإن قددوا بالهجر آتوا مخافة وإن وديعوا إن وعدوا للقتل حن إلى القتل لعمري هم العشاق لعمري هم العشاق عندي حقيقة عندي حقيقة الأحباب عندي الأحباب عندي لعمري قوم العشاق العشاق حقيقة رأيت صدور قبورا للأسرار وتنزل عن النقل إن هددوا بالهجر ماتوا مخافة إن أعدوا إلى القتل حنوا نعم إلى القتل عندي حقيقة على الجد من جمود الباقون على الهزل لعمري هم العشاق عندي حقيقة عندي حقيقة على الجد منهم والباقون على
البقوم على الهزل حمان الله. انهددوا بالهجر ماتوا ماتوا مخافة مخافة ماتوا أنا ماتوا مخافة على الجد منهم والباقون على الجزل والله والله بالله وتالله لو حلف العشاق لو حلف العشاق أنهم موتى أنهم موتى من الحب أو قتلى من الحب أو قتلى لما حنثوا لما حنثوا والله والله بالله وتالله والله والله بالله وتالله لو حلف العشاق أنهم موتى لو حلف العشاق أنهم موتى من الحب أو قتلى من الحب أو قتلى لما حنثوا لما حنثوا قوم إذا أجروا من بعد ما وصلوا أنا قوم إذا أجروا بعد ما وصلوا ماتوا 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 قوم إذا هجروا من بعد ما وصلوا ماتوا ماتوا بعد ما وصلوا قوم إذا هجروا حمان الله هجروا حمان الله من بعد ما وصل ماتوا ماتوا وإن أوعدوا للقتل حان إلى القتل ترى المحبين أسرى في ديارك يا فتيات الكهف لا يدرون كم لبثوا لا يدرون كم لبثوا في ديارهم صرعا صرعا المحبين في ديارهم تغرم صرعا كفديات الكهف يدرون كم لبثوا
رغم قبور اللي عشرة تنزغوا عن النقل انهددوا بالهجر ماتوا ما خافت ان اوعد الى القتل حنوا نعم الى القتل لعمر قوم العشاق عند حقيقة على الجد من قوم والباقون على القزل مدد يا مدد مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد مدد يا مدد أهل بيت النبي سيدنا الإمام علي يا باب العلوم ماذا يا أبا الأشراف المدى يا أبا الفتيان المدى السيد علي ريحنة الجنان يا أم عابدة مدن يا أم الحسن يا زوج الإمام علي يا سيدة فاطمة مدن يا زهراء يا ريحانة الجنان مولانا مولانا يا حليم آل البيت يا أهل الحمى المدد يا سيدنا الحسن مدى يا أخ الحسين مدى يا شهيد يا ابن الشقي يا أخ الشقي يا مولانا يا ولي النعم يا سيد الشهداء يا سيدنا الحسين مدد يا مدد يا أبي عبد الله المدد الله شرف الوطن بك يا مولانا يا أم العواي أهل الرجاء يا سيدة زينب مدن يا أم هاشم يا محكمة مدن شرفت مصر بك يا سيدة زينب
مشغولك يا سيدة عائشة من يا أم كلثوم يا مداد يا سيدنا الشافعي يا مداد سيدي أحمد يا دردير يا أبا البركات شيخ فتحي ملا أبو عباس يا مدى يا صاحب الذكرى سيدي أحمد يا صعيد يا سيدنا الأمين يا شبل الأسود منهم يا ربي عمي الشيخ محروم ربي انفعنا بالصالحين يا سكان البلدة يا معن وما حوت من الصالحين على العموم يا مدى يا مدى البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلي صلي الله